توحشتني قوي يا يوسف. انت عرفت طريقي منين؟ ولاد الحرام دلوني على طريقك. انت كويس يا حبيبي؟ بتاكل كويس؟ مين بيعشيك؟ محدش. مين بيغطيك؟ محدش. مين بيحميك؟ لا انا بستحمى لوحدي من زمان. بس انا من غير ظهر يا مجدي بيه، من غير سند. انت اللي سبتنا، ليه سبت بيتك؟ انت لازم ترجع بيتك، لازم ترجع شغلك بسرعه بسرعه. لا يا يونس، لا انا مستحيل ارجع لك يا يونس ولا ارجع البيت. انا خطر عليك جدا زي ما علي قال. لا يمكن يا يونس ولا يمكن ارجع للشغل. انا خلاص حد الله بيني وبين الحرام. انا تبت يا يونس ونويت يعني ازور بيت الله. على فكره انا قدمت في حج القرعه بس باسم مزور، مش عارف بقى تتقبل ولا لا. ما ينفعش يا مجدي بيه، ما انت اصلا بتعمل ايه هنا؟ مجدي تختخ بيعمل بنيه. انت دوقت البنيه هنا يا يونس. مش عايز ادوق البنيه، انا عايزك ترجع تاني عمليه لبن العصفور حطيه منك. امشي يا يونس، امشي يا يونس، خلاص سكتنا ما بقتش زي بعض. امشي يا يونس وثاني، امشي يا يونس. ماما. قلت ايه؟ ماما. 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 يا ماما. يا ماما. يا ماما. يا ماما. قولي ماما تاني. ماما. قولي ماما تاني. ماما. قولي ماما تاني. ماما. ماما. خلاص ماما. يا ماما. يا ماما وحشتيني. ايه ده؟ يونس انت في حد قال لك حاجه؟ قال لي ايه؟ لا بس انت زي ما انت بتفكرني بماما بالظبط. بتعمل حاجه كل حاجه زيها، الطول الشبشب الصابون الصابون زي ماما بالظبط. انت عوضتني عن ماما واكتر كمان. يا ماما قولي ماما تاني. يا ماما يلا يا ماما يلا يا ماما ارجع مجدي تاخدك تاني وانزل الشغل وانا هنزل معاك الشغل وابقى سندك في الدنيا وهتعلم الشغل معاك ونعمل عملية لبن العصفور ونبطل بعديها. آخر عملية يا يونس. آخر عملية ونبطل. شطارة. قيدتك يا معلم بوهيمي. ما حسبتش على القهوة، أنا حسبت عليها خلاص. يلا يا ماما. يلا يا قلب ماما. خير اللهم اجعله خير. معلمين. كلنا على الكونفرنس كده. مجدي تختوخ رجع السوق وأشد من الأول. وعملية لبن العصفور هتتم. أنا اتكلمت مع الكوريين. البضاعة هتوصل مينا السويس بعد بكرة الصبح. أنا هروح أستلمها. مطلوب من كل معلم فيكوا يطلع على السويس يأمن مداخلها ومخارجها مش أكتر.